فيلم تفاحة آدم ما بقاش اسمه تفاحة آدم بقى لسه حاليا احنا فيه مش خلاف, في ارتباط اساسا بين المهرجان وبين فيلم تفاحة آدم, لانه رئيسة المهرجان اللي هي الدكتورة أمل عفيفي او مدير عام المهرجان هي في نفس الوقت مؤلفة الفيلم, وهي عندها ميول أدبية, هي أديبة بتكتب أعمال روائية طويلة وبتكتب أفلام روائية طويلة, وكتبت أول فيلم ليها كان الخروج من القاهرة اللي هو كان صادف أنه كان إنتاجي, وده تاني فيلم ليها اللي هو برضو إنتاجي, وأعتقد أنه هيبقى فيه تعاون كتير بيننا مسمر بيني وبين الدكتورة أمل. هي عندها أسلوب في الكتابة مختلف تماما عن السائد, وبنعمل أفلام مختلفة عن أفلام التجارية السائدة. للأسف ما استقرناش لغاية اللحظة دي على اسم النهائي للفيلم, لأنه الفيلم بعد يعني تفاحة آدم اللي هي الخطأ أو الخطيئة معادل الموضوع للخطيئة, إحنا للأسف كان الاسم عجبنا جدا, وبعدين حصل مسلسل تفاحة آدم واكتشفنا إن كان في فيلم تاني اسمه تفاحة آدم, وبنحاول لغاية النهاردة إن إحنا نلاقي اسم سهل ومحبب للناس, لأن الفيلم من نوعية الأفلام المستقلة, لكن في نفس الوقت هو فيلم له جانب تجاري شوية. الفيلم باختصار شديد هو الصراع بين الحوجة أو الحوجة والمبادئ والقيم, يعني ممكن إنسان يبقى عنده مبادئه وقيمه بيقولوا له حاجة, لكن الحاجات الإنسانية صعبة جدا, فالحوجة بتخليه يعمل حاجة ضد مبادئه, وبنشوف الصراع ده بيودي لفين. احنا الفيلم حاليا في مرحلة المونتاج النهائية, الأستاذ هشام عيسوي المخرج مع الأستاذة منار حسني مونتيرة الفيلم شغالين عليه بشكل شبه يومي, اعتقد ان احنا قدامنا اسبوع او 10 ايام وهنخلص مونتاج الفيلم, بس لسه للاسف البرنامج عطلها شويه عن المضي في المشروع اللي كنا شغالين فيه. هي بتعمل برنامج دلوقتي واخد وقتها بشكل كبير قوي, قدامها اسبوعين ثلاثه كده يبدا البرنامج يهدى شويه الشغل فيه عشان نعرف نرجع تاني نشتغل في موضوعنا ونصوره قبل اخر السنه باذن الله. في مجموعه من الاسماء مرشحه, منهم محمد فراج, منهم عمرو يوسف, منهم مجموعه كبيره, بس يعني في النهايه الفيلم اعتقد ان احنا ممكن نبدا تصويره في نهايه السنه دي. الخروج من القاهره كان قعد فتره الحقيقه تعطل شويه نتيجه المشاكل بعض المشكلات, بس الحمد لله كان في مشاكل مع الرقابه والحمد لله هي توافق عليه, فان شاء الله يعرض قريبا. مشاكل الشباب برده احنا مهتمين قوي بمشاكل الشباب, وانا كنت شاركت الاستاذ هشام سوي المخرج في كتابة السيناريو. الفيلم الآخر كمان كتابتي ومن إخراج الأستاذ هشام للأجرة. يعني لأنه بدأت تظهر أعمال بنفس الاسم, فإحنا قررنا إن إحنا نبعد خالص عن الاسم. برضو مشاكل الإنسان المتوسط وإزاي في ضغوط عليه,